اسمي خضر احمد الحميدان. انا خذيت بنت عمي ورجعني منها 12 ولد، توفوا اثنين ظلوا 10، وعشنا صار عمرنا بال 80، وهي كمان صارت عمرها بس 70 بس 77، توفت المرأة بال 80. أنا عاود صرت أدور على مرأة وتجوز، والله كتب نصيب وتجوزنا، صارت لنا حرمة بنت حلال عمرها 35 سنة، وكتب نصيب ووافقت عليه وتجوزنا، وأنجبت ولد مني هي. عمري 83 سنة، وجوزتي عمرها 35 سنة، وابني عمره شهرين. والله كأني ولد 14 معاها صرت. يعني صحة جددت معي، وصحة عافية. وهي مطيعة لي، ما تطلع البيت وقلت هي بتقول يا حاج بروح بنت حامل، ما تطلع براءة الباب الا بأمري. والله جاء على عمري اشد من ولادي بالولاد، وامنا اجيب الساعه 4. والله ابني دحامه الكبير عمره 54 سنه، وابني يعقوب الصغير عمره شهرين. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.